يعجل التنقيب عن الكتل التي طلبت من رئيس الجمهورية تأجيل الاستشارة. المسألة فينا نختصرها ونروح فيها بشكل مباشر على الاتصال الهاتفي اللي صار بين الرئيسين عون والحريري قبل تأجيل الاستشارات بساعات. نعم، الرئيس عون اتصل بالرئيس الحريري وبلغه قبل ما يأجل الاستشارات انه غياب الكتلتين المسيحيتين الاساسيتين اي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عن تسميته بيفقدوا الميثاقية. كان جواب الرئيس الحريري حكومة حسان دياب كانت بل المكون السني الاساسي وما تم وصفها بانها غير ميثاقية. الرئيس عون وبشكل مباشر قال للرئيس الحريري انه الفرق نحن بحكومة حسان دياب بقينا عم نطلب منك مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، وعليه مطلوب منك تجتمع مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة مع الكتلتين الاساسيتين او واحدة منهم لتأمن الميثاقية المسيحية. هيدا توصيف مثل ما هو الامر وليس تبرير، مع الاشارة انه اجواء الرئيس الجمهورية بتقول انه حكومة الرئيس الحريري اذا شافت النور مثل ما هي عم تتركب رح تكون حكومة بتشبه حكومات التسعينات وقت اللي كان يغيب المكونين المسيحيين الاساسيين. القول ان حزب الله يقنع الوزير جبران باسيل بالرئيس الحريري او العكس هو غير صحيح، لان حزب الله ليس في وضعية الوسيط بين الرجلين. الحريري وباسيل جربوا التفاهم طويلا وجربوا التصادم طويلا، وبالتالي غير صحيح على الاطلاق القول ان حزب الله لديه مبادرة تجاه الرجلين. نعم، حزب الله يقول لمن يلتقي به سواء الحريري او باسيل بانه بيرغب كل الاطراف تلتقي مع بعض البعض، لكن حتما حزب الله ليس في وضعية ان يكون وسيطا بين الحريري وباسيل. الحوار بين الرئيس الحريري والثنائي حزب الله وحركة أمل على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، ولقد حسمت عند الثنائي أن وزارة المالية من حصته تسمية الوزراء الشيعة. النقطة الثانية وهي أساسية خاصة عند حزب الله هي مقاربة العلاقة مع صندوق النقد الدولي. صحيح أن حزب الله وافق على 90% من المبادرة الفرنسية، لكن الشياطين تكمن في التفاصيل تحديدا في الذهاب نحو صندوق النقد الدولي والالتزام بضرائب محددة والالتزام بأمور اقتصادية يرى في بعضها حزب الله بأنها تحتاج إلى مزيد من التدقيق. وعلى مسؤوليتي أن اللقاء بين الحاج حسين الخليل والرئيس سعد الحريري كان في جزء أساسي منه له علاقة في هذه المسألة تحديدا، وهي كيفية التعاطي مع صندوق النقد الدولي ومقاربة الملفات الاقتصادية بما فيها الخصخصة. أنا ما بلاقي صحيح القول أنه موقف القوات اللبنانية هو دائما مؤشر المملكة العربية السعودية. أنا تقديري الشخصي أنه رفض القوات اللبنانية للرئيس الحريري ما له علاقة بموقف المملكة العربية السعودية، لأن العلاقة المضطربة بين القوات وبين تيار المستقبل هي علاقة مضطربة من سنوات طويلة وعم بتراكم المزيد من التصادم بين الحريري وجعجع. وعليه تقديري من الخطأ القول أن موقف القوات هو مرآة فقط لموقف المملكة العربية السعودية، لكن حقيقة إذا الرئيس الحريري رايح على حكومة بلا رضا المملكة العربية السعودية معناها هو رايح على مشكلة سياسية في بيته الداخلي، ومعناها أنه هي الحكومة مش رح تقدر تحصل على مساعدات من الدول العربية. وعليه تقدير الشخصي أن الرئيس الحريري إذا ما ذهب في هذا الخيار عكس السير مع المملكة العربية السعودية ما بتكون القوات بس ضده، لا، بيكون كتار ضده بما فيهم بعض أركان بيته السياسي. لبنان يحتاج إلى حكومة الأمس قبل اليوم. هذا الانهيار الاقتصادي بتوقفه حكومة برئاسة الحريري بدنا نشوف أمرين. الأمر الأول تركيبة الحكومة
وإنتاجيتها، والأمر الثاني تعاطي مجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي معها. امبارح كانوا عم بيقولوا لنا إنه كل حكومة فيها حزب الله مش رح تاخذ مساعدات. طيب حكومة الرئيس الحريري العتيدة واضح إنه رح يكون فيها حزب الله ورح يكون فيها القوى السياسية، يعني فعليا هي حكومة حسان دياب برئاسة الحريري. هل تغير نظرة المجتمع الدولي للتعاطي مع الواقع اللبناني؟ أنا ما عندي جواب يقين، لكن أنا تقديري الشخصي إنه سواء أي حكومة جاءت لن تستطيع أن تنتشل لبنان من المطبات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية المقبلة. نعم بنقدر نأخر المشكل شهور لأنه بعد معنا 18 مليار دولار ونص بمصرف لبنان، لكن حتما وقت اللي بيخلصوا 18 مليار ونص أي حكومة برئاسة مين من كان بأي برنامج كان لن تستطيع على إنقاذ لبنان. إنقاذ لبنان يحتاج إلى مسألة مستدامة وطويلة سوف تمتد لسنوات، لأن تقديري الشخصي أن سنين العجاف لم تأتي بعد،